الرحمن الرحيم الحف الكريم أسعدتم مساء وطابت أوقاتكم بكل خير وسرور سرور آخر وشوط آخر ينطلق وانطلاقة أخرى بدأت لهنا القعدان لأصحاب السمو الشيوخ سن الثنايا والمسافة 8 كيلومترات القعدان المحليات والانطلاق كما تتابعون وتابعنا هذه الأشواط بكل إثارة وكل حب لهذه الشعارات التي دائما تأتي بجماهيرها خلف شاشة قناة ياسر الرياضية ولمسات أبو طلعة الهواري. نعود للشوط ونأتي هناك مع سوغان اللي قادم من هجة الرياسة ويضمر علي بن جميل الوهيبي اليه في المركز الثاني مباشرة. هناك شاهين من هجن الرياسة ويقود أيضا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. هذين الاثنين انفردا انفراد من بداية الانطلاق ونحن بدورنا ننطلق إلى نرى هنا المركز الثالث شاهين آخر بهجن الهجن الرياسة ومع محمود بن محمد بن سالم الوهيبي كذلك هو الذي أيضا متواجد في المركز الثالث. النقلة القادمة مع الشعار العناوي ووصول وقدوم أيضا من يتقدم في هذا الأداء صوغان لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ويقود في عملية التضمير محفوظ بن خميس الجنيبي. النقلة القادمة مشاهدينا مع شاهين اللي قادم من ميدان المرموم بشعار سمو الشيخ حمدان ابن راشد بن سعيد المكتوم ويقود سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير. وصل مشكور هنا في المركز الخامس من هجن الرياسة مع عيسى بن أحمد الخيالي. هذه الستة مراكز المتقدمة. المركز السابع مشكور آخر يتواجد مع هجن الرياسة وبقيادة أيضا عيسى بن أحمد الخيالي. نأخذ المركز الثامن اللي قادم سوغان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وأيضا إدارة سهيل بن سالم العامري ويليه هناك أيضا متواجد الآخر كما نتابع شاهين من هجة الرياسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. هذا هو النداء الأول لهنا مشاهدينا من خلال هذا الاشتراك من خلال هذا الشوط وهذه التغطية الإعلامية في عاصمة الميادين كما أيضا هنا نتابع هذه التحركات مع هذه الكاميرات التي ترصد كل كبيرة وصغيرة بأدارة جميلة والكاميرات الاتش دي العالية الجودة مع هنا مشاهدي الأعزاء مؤسسة الإمارات للإعلام. نتابع معكم مشاهدينا الأداء مرة أخرى كما أيضا هناك المركز الأول من البداية ولكن هو هناك هياض الذي هيض من البداية من هجن الرياسة ويقود علي بن يميل الوهيبي الظافر اللي متواجد مشاهدينا من بداية الانطلاق ويليه هناك في المركز الثاني شاهين الآخر الذي يتواجد كما تواجد في الأشواط الأولى بقوة هذا الشعار بقيادة أيضا هنا من هجن الرياسة بقيادة البروفيسور بقيادة البروف محمود محمد بن سالم الوهيبي. هنا التقدم هنا مشاهدينا الأداء الجميل في المقدمة والمركز الثالث مشاهدينا هناك القادم الآخر شاهين الآخر كما ذكرنا من هجن الرياسة في المركز الثالث ويقود أيضا البروف محمود محمد بن سالم الوهيبي. هذه هي مشاهدينا الثلاث مراكز الأولى ولكن الشعار العناوي عند كلام آخر كما عودنا هذا الشعار بجماهيره وبانتقالات القوية في كل الأشواط التي يشترك بها. هذا هو وصل مشاهدينا كما نتابع صوغان وهذه السلالة الغنية على التعريف صوغان لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أحد الزعماء في التضمير محفوظ بن خميس الجنيبي يتقدم مرافقا مع العناوي. الدور اللي قادم مع وصول وقدوم وتقدم مشكور الذي يتلفت يمينا ويسارا بقوة شعار أيضا من شعارات هجن الرياسة القوية التي تشارك مشاهدينا في شتى الأشواط القوية. وصل مشكور من هجن الرياسة ويقود البارع عيسى بن أحمد الخيالي
هنا التقدم للخمسة اللي انفردا انفراد تام مشاهدينا، وهنا ملاحقة أخرى من المركز السابع بقيادة مشهور الآخر في المركز السابع من هج الرياسة ويقود البارع عيسى بن أحمد الخيلي. وصل في هذه اللحظات الآخر يتقدم شاهين من هج الرياسة ويقود محمود محمد بن سالم الوهيبي البروفيسور أو الاختصار بروف. مشاهدينا هنا أيضا وصول آخر وتقدم من شاهين الآخر والتقدم أيضا من شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ويقدمه بعبيد أيضا متواجد سعيد بن عبيد السبوسي. قطعنا الأربعة كيلومترات وتبقت الأربعة مثلها. هناك مشاهدينا نأخذ البقية، وكما نتابع هناك أيضا شعار من شعار سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي مع شاهين مع سيد بن سالم العامري. وهناك أيضا وصول كما نتابع بجوار هناك أيضا هناك سلود لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم يقود طارش بن مبارك في القوبة. هذه الخبرة القوية والكبيرة ومضمر الشرق الأوسط مشاهدينا، ذكريات مع هذا الشعار، ذكريات مع الضبعة، وذكريات مع أسامي قوية صالت وجالت مشاهدينا من خلال المشاركات في سباقات الهجن. نعود مشاهدينا مع الشوط مرة أخرى ونعود ونتابع معكم. هناك هياض اللي من البداية مسيطر ومن البداية هو في قمة الشوط، وكما نتابع وتتابعونه عبر رياسة الرياضية. هياض لهجن الرياسة ويقود علي بن يميل الوهيبي، هذا هو يتقدم، ولكن شاهين يترصد في المركز الثاني كما نتابع من هجن الرياسة ويقود أيضا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما من وصل واحتل المركز الثالث العناوي. عناوي قادم مشاهدينا مع صوغان لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ويقدمه محفوظ بن خميس الجنيبي، بينما هناك شاهين من الجانب الآخر يتدخل في المركز الرابع من هج الرياسة ويقدم لنا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما وصل كذلك مشكور خامسا من هج الرياسة الآخر ويقدمه لنا في التضمير عيسى بن أحمد الخيالي، بينما مشكور الآخر بنفس الشعار شعار هج الرياسة ونفس المضمر عيسى بن أحمد. هنا وصول آخر من شاهين في المركز السابع اللي بدأ يتقدم من هج الرياسة مع محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه الخمس السبعة المتقدمين مشاهدينا والاندفاعات المتقدمة بقوة من خلال هذا الشوط. ما شاء الله وتبارك الرحمن، الأداء جميل والأداء جميل. وهناك المقدمة هياض يا هياض، ومن البداية هياض وحتى النهاية هناك أيضا يقود كما نتابع وكما تلاحظون، ولكن الخطورة يا هياض من شاهين. هناك مشاهدينا هياض من هج الرياسة ويقدمه لنا، وكما نتابع مشاهدينا يقدمه لنا هناك علي الظافر. الظافر يقدم لنا هياض من هج الرياسة، بينما شاهين اللي واصل مشاهدينا من هج الرياسة شاهين ويقدمه لنا البلفسور. وصل في المركز الثالث، وصل في المركز الثالث سوقان لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان يقدمه الزعيم، بينما هناك أيضا اللي قادم الآخر مشكور، مشكور من هج الرياسة وتقديم تضمير البارع، بينما هنا الجانب الآخر أيضا شاهين، شاهين من هج الرياسة وتقديم البلفسور في عملية التضمير، بينما من الجانب الدولي الآخر في المركز السادس هنا أيضا واصل مشكور من هج الرياسة ويقدم لنا في التضمير البارع. ووصل هملول شاهين الآخر في المركز السابع من هج الرياسة الأخرى التي تقدم الكثير والكثير من الأوراق الرابحة التجهيزية التي سوف تشاهدون هذا الشعار، شعار الجماهير في الختاميات. بالفعل يوم ترفرف الإعلام سوف يكون هناك الشعار له نصيب الأسد في كل شوط من ضمن هذه الأسامي التي تتابعونها والتي نتشوق أن نراها مشاهدينا باختلاف المضمرين. كل مضمر يمتلك الكثير والكثير مشاهدي الأعزاء من السبق من العصائل متواجدة في عزب مشاهدي
المشاهد الاعزاء هج الرياسه، ونشكر مؤسسه هج الرياسه الى دعمها المتواصل لسباقات الهجن مع جماهيرها. تحيه خاصه لهذه المؤسسه العملاقه. نعود لهياض، نعود لهياض الذي هيض بالشوط، قلناكم بيقوم راسه من الشوط راس قادر هياض ما شاء الله وتبارك الرحمن. يتقدم هياض، يتقدم هياض، ينطلق هياض من هج الرياسه. وعندك يا الظافر يا ابو سعيد، الظافر ابو سعيد علي بن نميل ابو الجمايل، الله ينطلق مع الكيلو الاخير، ينطلق ويقود الشوط، يروح في الفورمه ما شاء الله. يا سلام يا ابو الجمايل، ولكن ركز يا ابو الجمايل، التفت شوي، شوف الشعار الاحمر الخالص، شعار الاحمر الخالص، التفت شوف طالع ما شاء الله، شاهين وشاهين. وصلوا الشباب، وصلوا وصلوا ما شاء الله، القعدان الجميلات، الاداء الجميل بالاحمر الخالص باشعار هج الرياسه مع البروفيسور، مع ابو ناكم محمود المحمد بن سالم الوهيبي. يا السلام يا محمود يا بن محمد يا بن سالم يا الوهيبي، سلمت يداك، سلمت يداك مع هذا الشعار الجميل الذي يقدم لنا كل جميل وكل في اي وقت وفي كل حين. الله الله الله، هذه هي الاسامي، وهنا شاهين وشاهين يتقدمن مشاهدينا في هذا التقدم الجميل، بالتقدم الممتاز من هج الرياسة. قلناكم هذه الأسامي التي مشاهدينا سوف نتابعها معكم إن شاء الله في الختاميات القريبة، وسنتشوق نتشوق مشاهدينا والمرة السادسة بهذا الشعار الجميل، شعار هج الرياسة مع البروفيسور، مع أبو محمد محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. سلمت يداكم مشاهدينا من خلال الاشتراك القوي، المركز الأول والمركز الثاني شاهين وشاهين، والمركز الثالث وصل ليكمل المثلث، المركز الثالث ايضا شاهين. هنيالك، هنيالكم لهج الرياسه، جماهير هج الرياسه، وشكرا ابو محمد محمود محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع ايضا هناك هياض من هج الرياسه، مشكور من هج الرياسه. رابعه خامسا مشاهدينا ايضا وصل في الخامس، مشكور من هج الرياسه. ومشاهدينا كما ذكرنا هذه الأسامي لنا عودة للكنترول ولإعادة بالحركة البطيئة، لنطلع على التوقيت الذي حصل من خلال هذا الشوط مشاهدينا الذي يتقدم 13 دقيقة وتسعة ثواني خمسة أجزاء من الثانية، توقيت شاهين الذي حط الرحال بكل قوة. ومشاهدينا الأعزاء بدون أوامر طفيفة، تهانينا لهج الرياسة، شكرا بمحمد، شكرا بروف محمود محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني ايضا كذلك هو شاهين الاخر الذي سوف يصل بعد لحظات مع مخرجنا الجميل المتالق دائما، تسعد 13 12، وفاء وتماما شاهين الاخر من هج الرياسه، شكرا محمود محمد بن سالم الوهيبي. اما المركز الثالث كذلك ليكمل لنا المثلث في هذا الشوط، ويكمل لنا النقطه السادسه في هذه الامسيه الجميله مع 13 12 2، وهو توقيت شاهين. شكرا لهج الرياسه وتهانينا لهم، وشكرا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي.